السلام عليكم ليكيب، شنو تكونوا بخير وعلى خير. جولة جديدة في عنابة، على ميزانجور كالعادة. احنا هنا بدينا نصوروا من مش أحد الفوق، هبطنا من جهة الكرات، بدينا نصوروا الساعة من موباي 11، نعطيو جهة مبارك ونروحوا مع العمل. كل مرة وين يدينا المكتب البارح رحنا للدراوش، عملنا لايف تما بحر الدراوش وتابع ولاية طارف السبعة. أنا ندخل دخلة السبعة وتعدي، قلنا ليس الله يبارك. ندمت كيما درتش فيديو ريجستري، عملت حبيت ندير لايف زعما باه تعيش اللحظة شوية، ما صلحتش كاليتي دي ماش، خرجت مالقة ياسر. جا في البحر بعد تم وين كنت في نرمل، الواحد ما كانش ريزو. المرة الجاية إن شاء الله نروح نشتريوها، بس كده ماش تم ليس متعة ضعيفة. ناوين ديسي تاع مبارك، نعودو على مسجد بدر، عندنا شعري خلا مسجد بدر. مسجد بدر هنا خرجنا وين واحد قلت واحد وين بالحروف كوش هذا بالحروف بكري نطلوا على الكورنيش. مرحبا بكم معالي الوزير، شكرا جزيلا على تلبيه الدعوه. في سنن اولويات القطاع سيد محمد عرقاب، تطوير الحقول والتنقيب ومشاريع هيكليه عملاقه للاستثمار وتطوير الصناعات البتروكيميائيه بالشراكه مع اهم الشركاء. يعني ما هي اهميه هذه المشاريع المراهن عليها والشراكات الاستراتيجية؟ أولا صباح الخير عليكم وشكرا على هذا الاستضافة. أنا سعيد بتواجدي معكم إن شاء الله أكون في مستوى اليوم الأهداف. راح نرجع للسؤال الأول حول أهمية الشراكة
ودورها في هذا المخطط الحكومي. أولا من الأهداف الرئيسية هو الأمن التقوي طويل الأمد. فهذا من خلال هذا الهدف الرئيسي الأول عندي وجهة ميلوجمون عدة عمليات لتكثيف الإنتاج بالنسبة للمحروقات وكذلك بالنسبة للفقر بالنسبة للكهرباء والغاز وتمديده عبر التراب الوطني. الهدف الثاني هو كذلك تفعيل الإنتاج العالمي شنو يقول هو صحيح مؤهل لوضع المواد الأولية الأساسية في الصناعة من بينها في إطار هذا الهدف في عدة إجراءات اتخذت في الأولى الأخيرة لصالح عليها كانت رئيس الجمهورية لإنعاش القطاع الأولى راح نتحدث عليها كثير. الهدف الثالث هو مواصلة الإمدادات بالنسبة للعملة الصعبة يعني القطاع بتاعنا هو قطاع يعني كثير يساهم كثيرا في إنجاز كل مشاريع عبر توفير هذه المساهمة ومن اليوم نعديو لاسيو جي سونترفيل عبر توفير كذلك استمرار في الانتاج والتطوير كل ما هو انتاج المحروقات ليساهم في تدعيم يعني الفينانسمون اكيد لكل الاعمال اللي نقوم بها في عده قطاعات. بالنسبة للهدف الثالث الرابع وهو كذلك مهم جدا وهو مواكبة التطور وتطوير الإدماج الوطني عبر المساهمة. مشكلة في الطوموبيل تربط في الغاز من خلال دورة والإدماج الوطني وتقليص من الفاتورة في العملة الصعبة لكانة الخدمات والدراسات وإنجاز المشاريع الكبرى تنجز عبر شركات أجنبية وكانت تكلف خزينة الدولة عملة صعبة كثيرة. الهدف الخامس كذلك بالنسبة لمخطط القطاع الطاقة والمناجم في خلال مقر الحكومة هو الانتقال التقني والبحث عن الطاقات البديلة لتخفيف الاستعمال الطاقة الحالية والمحروقات في إنتاج الطاقة خاصة وكذلك تطوير الطاقات البديلة كطاقات بديلة تخلق الثروة وكذلك تمكن من الحفاظ على كل ما هو محروقات لتطوير مداخلنا من المصانع وكذلك تطوير المجال الاقتصادي للبلاد. من هذه الخمس اهداف الرئيسيه حددنا الاولويات وانطلقنا فيها ومن ضمن الاولويات كما ذكرتم في سؤالكم اننا نبحث على شراكه متنوعه ومشاريع لتطوير أهداف الأساسية اللي استقرناها والمخطط الحكومة. ومن بين هذه المشاريع خاصة وبعد في أول مرة يعني في بلادنا عن نقل ومن الأرسال المفعول مع كل النصوص التطبيقية وهي 37 نص على المخلوقات هذا القانون الجزائر تصبح معدنين يشكيوا من حرق الفقرات وسيجور بينهم في مشاكل صحية ومشاكل زادة خاصة للأطفال وللكبار اللي كانوا تعرضوا للكوفيد 19 عندهم مشاكل في التنفس. بعد شوية رئيس بلدية دوز يتفاعل مع التشكي هدايا في وسط سكك البلدة تسير على التنبيه تحصل على أفضل مؤسسة في العالم العربي في أكثر
تعال سيسي ودوزيام مولير اي افيك نو مدام سعاد ميديا كاش روسيت بور لو ديني كاش مزاد حنا سي ا بارتير دو ميدي كون بوز لا كيسيون هاي سعاد سي ا بارتير دو ميدي ان سي خلي فين دو جو هاي فين ديرو العشاء سعاد واش نديرو العشاء Hafid Aboud qui encore, allez je descends plus bas pour donner la chance à ceux qui se sont connectés de bon matin, c'est-à-dire il y a au moins une heure et demie, Zine Abhadoulaye avec nous. Alors, ça y est, je donne un islam, Nana Olga, et puis qui encore, Faïza Fifi, Samira Belarbi, Mohamed Al-Khrim, Saïd. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'attends vos appels au 0-24-48-15-15, une question de 1 à 10. Et nous avons un appel de Omel Bouagui. Karim, bonjour. Oui, éteignez votre radio. Yeah, yeah, Karim. Magnifique. Est-ce que vous êtes là, Karim? Est-ce qu'il est là? Oui, ça marche. Si vous éteignez votre radio, ça va super. Comment vous allez, Karim? Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Et vous? Oh la baisse, Saha, tout va bien. Je suis en train pour la 23. Eh ben merci et bienvenue à vous sur les ondes de la 23. Karim, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Comment? Je vous entends un peu mal. Hein? J'ai dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai dit en volant et maintenant je suis descendu et. Pour vous parler bien. Eh ben voilà, c'est mieux que de parler à travers les cadres en finance. Alors dites-moi, vous êtes les premiers, vous allez choisir une question de 1 à 10. Elles sont toutes disponibles. Vous voulez que je dois choisir, c'est ça? Oui, choisissez, de 1 à 10. Eh ben je dans le 7. Le numéro, la question numéro 7. Là c'est un peu une question d'actualité parce qu'on va parler de qui est décédé récemment. Alors hormis, il y a beaucoup de vent là où vous êtes, hein. On l'entend bien sur le téléphone. Hormis la chanson et la musique, quel était l'autre talent artistique de Rabih Belyassa Allah? Alors il était chanteur. Bien sûr. Alors Rabih Belyassa était compositeur, interprète, donc connu et reconnu, une grande star de la chanson. Mais quel était l'autre talent artistique de Rabih Belyassa? Qu'est-ce qu'il faisait avant d'être chanteur? Non, c'est lui, avant d'être chanteur, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il a continué à le faire d'ailleurs, même après. Ah, j'entends une passe. On va se dire au revoir à notre ami, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, parce que ce n'est pas très agréable pour vous, ni pour nous, ni pour les auditeurs. Hein. Merci beaucoup Karim de Oum El Bouaké, on m'a désolé, donc voilà, la qualité de l'appel ne va pas nous permettre d'aller plus loin avec vous. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, bah, essayez de nous rappeler aujourd'hui, peut-être que la qualité de l'appel sera meilleure. Je répète la question numéro 7, parce qu'elle a été choisie par Karim, parce que celui qui va venir après va répondre de cette question et va devoir répondre avec cette question avant de choisir une autre, hormis la chanson et la musique, quel était l'autre talent artistique de Rabih Belyassa Allah Yerhamou. Qui est décédé le 8 octobre dernier, hein, rappelons-le, à l'âge de 87 ans. J'en suis de la presse, le jeu, un dimanche, mercredi, de 11h, à midi, à l'Église-Édouard. كانت تصل بينا من جوز كنا سمعت فكره صوت قبلات في الطبقات في كل مرقه وتصل بينهم في برشا من برا هذيك ان شاء الله نسمح لهم الموضوع اخر كان معنا سيد بلقيس محمد رئيس بلديه جوز مرحبا سيد بلقيس Thank you.
الانتصار من على الاجوبة على ليكيب جبنا المكتوب احنا خارجين دروك من بلاصة أليكسيس لامبير نديو ورا التياتر كش مالاري تصال ديالي Le commentaire qu'on reçoit instantanément, page Facebook de l'émission Chance qui peut. Alors 0 24 48 15, et puis rejoignez-nous sur cette page, likez notre page, restez fidèles et à l'écoute parce que c'est une page qui est open 0 24 48 15, non 0 24 48 15 15, c'est mieux au téléphone. Donc c'est une page qui est open H24 7 jours sur 7, 0 24 48 15 15. On peut faire une belle pâtisserie en forme d'armure, mais glacée, j'en ai pas vu, j'en ai pas mangé. Bon appétit. Au revoir. Alors, on va tenir 48 15. De quoi s'agit-il? J'en ai 48 15. C'est pas moi, c'est une marque. Elle peut être glacée au cobalt ou au
نديو لاري دي جو مازال ما خدموهاش البركة زادت الدنيا مرخصة. فتح القمر يا اخويا لا اطلع يا اختي ما تهبي
Voilà, on n'entend pas, mais j'ai entendu votre réponse, d'accord? Elle a donné une bonne réponse. Je reprends, vous êtes là, récupérez la banque pour quelqu'un à la tête, vous cavalez. Voilà, merci, je vous entends mieux. Parfait. Effectivement, la réponse, c'est le mot bombe. Si j'avais dit explosif, tout le monde aurait trouvé. Si j'avais dit que c'était une très jolie fille, tout le monde aurait trouvé. En fait, il y a la bombe glacée, effectivement, en délice. Il y a la bombe au cobalt qui est un appareil de traitement médical du cancer. Et puis la bombe qui protège les cavaliers, c'est là, c'est... Voilà, c'est... Et après, c'est une espèce de casque qu'il a sur la tête pour le protéger, c'est ça la bombe. Bonne réponse, excellent. Allez, on enchaîne avec une deuxième question, de 1 à 10, sauf la 7 et la 8. La 7, ça, ils ont pris la 7 et la 8. La 7 et la 8, c'est bon. La 9, la question numéro 9. Une question collection. Qui collectionne un paléontologiste? Qui collectionne un paléontologiste? Qui collectionne un paléontologiste? C'est un objet du quotidien. من المغنى بعد الفريق يتحسن على الجهاز أفضل من أسر الدولية
يا
لكم مواطن جزائري مهما كان هويتكم. حتى الآن في الشمال عما شبه وطنية توفي كل الشمال الجزائري حتى حدودها حسب سويد حسب من تكون نظرات في هذا الشريط الأول. عندنا محطات توليد كهرباء لكل منطقة أو تجمع سكاني أو ولاية أو مدينة أو دائرة، فعبر 32 نقطة من إنتاج كهرباء عبر الجليد الكبير بكل هذه النقاط. صحيح العملية لا توقف، كل مرة في أكيد مجمعات سكانية في المناطق بالكلمة عليها كذلك سيد الرئيس وحث عليها أننا البرنامج لازم نغير في أقرب وقت. عملية متواصلة ونحن نسبة تحية للكهرباء في الجزائر 99%. مثل هذه الشراكات اللي راح نقوم بها مستقبلا لكي ليكيب جبنا المكتوب. احنا هنا في البطيمة التعديليس داخل نعديو الحي الريم. هادشي يطلع من بعد دي سهلة. السلام عليكم. السلام عليكم. جميع. جميع تشدي عشورة. هادي تاع البوني. تاع البوني. شكل الزبلة لهنا ونجم نكبف وحداها. الله ما يهزوها ما يدوروا بها. غير ما يقرفوش شعب وسيه وتعدي البلديه في الليل. خرج انت حاشاك الزبله تاعك في الليل خلي تهزها. تعدي البلديه في الليل الصباح كي يجي خارج طيشوا في الليل في النهار ما عندهمش وقت. ما تقعد نهار كامل محطوطه ان شاء الله. تقعد نهار كامل. حتى يجيو في الليل باهي يهزوها. ما شاء الله. هذه لاباس. الأخرى هي دي ديكا. يجي خارجي حاجات يهزوا صاشية ما عم يطيش. ما فيش ياكلوا الناس. دا غير كي يطيشها في بلاصتها برك انا درنا فارغ. إذا ودي ونرمل ما عندها وقتها تخرجها. عندك وقت تخرج أخويا مع المغرب يعديو هما في الوقت. يهز الزبلة تاعهم. كنا بكري مش فعلنا كنا صغارة كان بدون تاع الصبغة مش بدون تاع الصبغة تخرج وتحطه تحت الدار تعدي البلدية في الليل شوية 8 طيش طيش زبرة طيش لك البدون تحت الدار تاعها ما كان حتى شيء. لكن كان في البلد ما والو هذيك تعود دار كيما نقول احنا أرضي 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 بس الباطين ما حيخرجوا كل البلد نتاعها. بكري هذي مش فعلها احنا والله في كارتينا كيما هك خرجوا حاشاك بدون تاع الحديد حطوا تحت الباب يخرج على 7:30 البيدون. نعم. كان 7:30 البيدون يخرج على 7:30 تعدي الكميون هذيك شويه 8 غير 4 تسمع غير كيف يطيشوا لك البيدون تحت الباب. نعم. تخرج انت ترجع في مكان الدار. درت راسها في السيف نزله ولا نقاطي ولا حاجه. ولينا قدمنا. تقدمنا. تاخرنا. بابي ما بيمو في زعفر. بطيمات والله بطيمات كاين بطيمات نقول لك شو كي تجي محول الناس تبكي عليك.
بطيمات بصح بطيمات تاع الناس بكري ماشي تاع دركا. تلقاهم متعايشين مع بعضهم، تلقاهم الدراري الصغار هذوك مخلقوا مع بعضهم، هذوك ما تخافش عليهم، بس هذوك تلقاهم كبار هكا وجاو واحد مشرف واحد مفرغ. باهي يزيدوا يتعاشروا باهي يعرفوا بعضهم كيما واحد 20 سنة أخرى. هذوما شو هذوما بطيمات. بس أنا أفرق الصحة لهم داخل تهرب تهرب والله تهرب شوية. لا بالكون الأول غير دقة غير دقة كان فيها حتى شيء كان يوضح بس كن وقف الفم هذاك بترول قداه دركا؟ قداه؟ اه وش كل 88 دولار ولا 86 طلع اه طلع بلافون جدالي في قصر الفرسان انه سيتم فتح كل الملفات ولن يتم استثناء اي ملفها انه لا مكان لمن يريدون العمل في سياده الدوله وبسياده الشعب. وسعيد يقول ان الشغل سيتم فتح المسير من مكان ليكيب جبنا المكتوب. احنا هنا في الجامعة تاع البوني الجامعة من البارح نوما مورجة ويقرا اسمع قيس سعيد مسؤول عن كل شيء ابدا دعوة احدهم وترفعوا عن ذكر اسمه الى تدخل قوى اجنبيه وممارسه ضغوط على بلادنا وكاننا دوله بلا سياده او غير مستقلين. ذكرني باحدهم بكورنيال كان من غلاة الاستعمار في بدايه هذا القرن وكان له اسم مستعار ردان بالفعل ردان تونس ليست ضيعة ولا بستانا ولا أعرف كيف نتحدث عن سيادة الشعب وعن سيادة الدولة وتأتي مثل هذه الدعوات من الخارج. ورئيس الدولة يتحدث في خطابه عن تقارير من دول صديقة حول تونسيين سافروا إلى قرابة 50 بلدا لحثها على عدم المشاركة في القمة الفرنكوفونية التي ستنعقد في جزيرة جربة بدعوى أنها غير مستقرة. وأنا أعلم جيدا ماذا أقول بناء على تقارير من الأصدقاء وبناء على تقارير أخرى ما فعله عددهم بهدف إفساد العلاقة مع فرنسا على وجه الخصوص حول مؤتمر الفرنكوفونية. من كان يخطب بالأمس ومن كان ينظم الندوات ويدلي بالتصريحات اتجه إلى بعض العواصم والأحزاب والحركات أو الأشخاص بحثهم على عدم تنظيم هذه القمة بجزيرة جربة. تونسيون ذهبوا إلى بعض العواصم وطالبوهم بعدم عقد القمة بجزيرة جرب. كان العمل شاقا لتوفير كل ظروف النجاح من الجهة الأمنية من البنية التحتية مجهزون لهذا الموعد واستعدون كل الاستعداد لهذه القمة. كان أرادوا اختيار مكان آخر نتيجة لهذه التدخلات. التدخلات وصلت إلى أكثر من 50 دولة من التونسيين. أنا أرادوا أن لا فتلك إرادتهم وأن جاءوا فسيأمنون وسيتم الترحيب بهم. وقيس سعيد أعلن في كلمته أنه سيتم العمل على إيجاد إطار لتنظيم الحوار الوطني.
ليكيب هنا نكملوا الفيديو تاعنا ان شاء الله حركه التصوير تبقاو على خير. سلام القادم الايام جرب على الحطاب اكثر مره وطني حقيقي وليس لحوار كما حصل في السنوات الماضيه، لان مثل هذه الحوارات يمكن ان نقوم بها حتى في سباق الراحل نقاط ونقاط تلو النقاط، ثم يذهب بعد ذلك كل في حال السلسله ونبحث بعد ذلك عن حوار البحث والعمل والاراده تتجه الى حوار مع الشباب من كل جهات يقبلون بالحوار الصادق والثابت والأمين في كل مكان لاستكمال الثورة واستكمال حركة التصحيح والتحرير، وسنضع إن شاء الله مواعيد محددة لكل محطة من هذه المحطات. نحن نريد أن نختصر التاريخ ولا نريد أن نبقى في ظل التدابير الاستثنائية، ولكن سنبقى في ظلها ما دام هناك خطر جاثم في المجلس النيابي وفي عدد من المؤسسات الأخرى. يبرز الأخبار على الصعيد المحلي باسم الشرعات مصر الكاظمي يعلن إلقاء القبض على سامي جاسم جبوري مشرف المال في تنظيم داعش الإرهابي ونائب زعيمه السابق أبو بكر البغدادي غداة انتخابات تشريعية مبكرة في العراق. نهاية هذه الجولة والموعد اليوم يتجدد الآن مع اليسار الغربي وكامل فريق ميديشو. قيس السعيد طاح عليهم طيحة خايفة. هرس هرس على بالك. قلبوا له البارح بداوا يديروا في الفوضى. كان لا فوضى لا والو، ما كان حتى شيء ما يقضيوا له والو. خطاوي لابو اللي صح. لأنه هو قلنا بالدستور قلنا بصلاحياته اليوم وصلنا لها كان إنسان ضيافة مستقفين ندمم وعليهم المخزن القطاع هذا مش يعب وينك بالفوضى والقص سياسة يقص على الزيرية نحاول بالتي هي أحسن أولا حاول احنا كنا الامور هذه لازم تصير بامن السريه مثل ما قالوا على الدول وكيف يكون عندهم مقابل الان بعض يتنازعوا من هذه ويقدروا يسرقوا الربيع ويقدروا زي ناس اخرين رافضين سموه رافضين مش لان اخلاقيا ولا كذا رافضين باش يخليك تغرق. Question, les questions internationales. Le président de la République a souligné que l'ONU est appelée à s'acquitter de son rôle dans la décolonisation du Sahara occidental. Une question inscrite à l'agenda de sa quatrième commission. On l'écoute. الأمم المتحدة مطالبة بس العام الدور تاعها من نفس الصحراء الغربية موجود على مستوى المستوى الاستعمار حتى الولايات المتحدة راح تبوظ بالمستوى وراح تبوظ معناه بدون مشكلة عن الطلاق قالوا الصحراء الغربية موجود اجتماعية ولا كذا ولا في لجنة تصفية الاستعمار وين نوصلوا هذا من عند هذا الشيء؟ ما يبقاش بالكامل. ما يقدروا هما يتسطروا وراء أخرى. يستمروا. اللي عندها حساب مع الجزائر. قد ايه كاتب؟ توجور دون لي كيستيونز انترناسيونال. خمسة مش رابعة. 25 كان. واش قاعد تبيع اخويا؟ قاعد تبيع؟ بيع عايش ما بالك نشريو عليك اطفال عندي حانوت واحد شغل حانوت قرابج والكترومينجي وعندي حانوت واحد اخر كوسميتيك في الكوسميتيك هذاك شغل عندي واحد البطاطا شو نقولوا صابون هذاك شتي صابون نورمال كي تحطها هي كيف هكاك مكشتي برك مش كيما الاخرى بالباطا والستيك شغل خدامه قلت لي حبيت نبيع بالكعبه نبيع بالكعبه تهزت لي الاخرين اصلا كون يجي كونترولير يقول لك مش بيع الصابونه بعد كي تحلها تقعد شويه تقول لك